العناوين: ينبوع مسيرة لدعم الأطفال. نحن اليوم جينا نساعد الينبوع. يوم ترفيهي للأطفال بجمهورية مصر العربية وتعلم أمور روحية. علشان ألعب مع أصحابي واتفرج على عمو كومبوس. كرمس سان غريغوار وترفيه الأطفال بفصل الصيف. فوتبول على الصابون. أنا منا بنلعب نقط 8 تخينة. رياضة الفوتبول وأطفال على طريق الاحتراف. صار لي سنتين بيجي لهون وبلعب فوتبول. هل فيه للأطفال يواجهوا الخطية؟ طلبت من الرب أنه لازم وقف هذا الأشياء وما لازم أكذب. وأكيد ما بننسى صوركم وتقاريركم مصورة يلي أرسلتوا لنا. السلام النيوز. مرحبا لكل مشاهدي السنابل نيوز يلي عم بتشاهدونا من خلال الساتلايت ومن خلال الانترنت بجميع أنحاء العالم. السنابل نيوز برنامج الأخبار يلي من خلاله بتتعرفوا على مواضيع متعددة وبتتعرفوا كمان على أخبار 7 كيدز وبيطلعكن على أمور عديدة بتفيدكن بحياتكن اليومية. وأكيد ما مننسى تقاريركن المصورة يلي صورتوها بكاميراتكن المنزلية وأكيد صوركن يلي أرسلتوها بالبريد العادي أو الإلكتروني. ونحن منشجعكن حتى تطلبوا من أهلكن يصوروكن ويرسلوا الفيلم عبر الإنترنت أو البريد على عناوين البرنامج الجديد asnews@7.com. وأكيد ما تنسوا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. هاي ليا. هاي كريستيان. كيفك؟ منيحة. أنت كيف؟ مش الحال. ليا شو عنا بالتقرير الأول لليوم؟ كريستيان، كل سنة بتقوم جمعية الينبوع بمسيرة واحتفال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بشارك بهيدا النهار كتار من الأطفال والإعلاميين. كيف احتفل الأطفال بهيدا اليوم وكيف شارك الإعلاميين بهيدا المسيرة حتى يدعموا ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تقرير بيل الضوء. معكم شربل من السنابل نيوز. للسنة العاشرة على التوالي نظمت جمعية الينبوع مسيرة دعم لذوي الاحتياجات الخاصة، انطلقت من مجمع فؤاد شهاب بجونية بهدف تحقيق دمج اجتماعي لهؤلاء الأشخاص وإبراز قدراتهم وطاقاتهم. كانت نقطة الانطلاق من مجمع فؤاد شهاب، تجمعوا من كل الأعمار ليشاركوا الينبوع بالاحتفال. البعض رسم عوجوهن، أما البعض تمتع بشراء منتجات من صنع شباب وصبايا الينبوع. وما بدنا ننسى الجوجون فلي اللي كان إلها حصة كبيرة بالاحتفال. وفي أشخاص اجت كمان لتساعد جمعية الينبوع بالتحضير للمسيرة. احنا من كسافة الأفوت جونية وجينا اليوم كرمال انه نمشي مع الينبوع، كرمال كلنا نكون اسبري واحد متحدين. واجوا اللفتويات معنا هون كمان كرمال نحس بالجو كلنا سوا، نحس معهم. نحن اليوم جينا نساعد الينبوع، نساعدهم بكل شيء سيرفيس، وكثير حبينا هيدا النهار. نحن جايين من الأبوت ولحديت هلا صرنا موزعين بالونات ومشايف للكل. جينا اليوم كشفت الأبوت كرمال تنساعد جمعية الينبوع، ولحديت هلا صرنا عاطينهم كثير بالونات. نحن جايين نساعد الينبوع، وأنا بحب إنه كل العالم يضلوا مبسوطين ونزيد أكتر حتى نقدر نساعد أكتر وأكتر. جايين نمشي مع الينبوع. رايحين نمشي مع الينبوع. أباك الينبوع. شو هدف هالمسيرة وأهمية هالخطوة الإنسانية؟ الينبوع هو مركز لتأهيل الإنسان اللي عنده احتياجات خاصة، بيستقبل أشخاص من عمر 14 سنة وما فوق. الهدف منه دمج شبيبة الينبوع بالمجتمع، وهالمجتمع يتعرف على شبيبتنا ويعرف انه هدول اولادهم، نحن واجباتنا نهتم فيهم ونقدرهم. بدي اشكر السات 7 لمواكبتنا بهالنهار. بدي وجه تحيه هو هيدا النهار لكل الاعمار الصغار والكبار
والاكبر شوي، بس بدي اتخصص بدي اتوجه خصوصي للصغار انه تعوا كل سنه على الوك ويز الينبوع، تعرفوا على شبيبه الينبوع، لانه مجتمعنا هيك ببلش يتغير. اذا بلشنا نغير افكار الولاد الصغار بعدين بيطلع لنا مجتمع بيقبل الانسان المختلف بطريقه كثير حلوه. الهدف من هالمسيره هو زرع الفرح والبسمه بقلوب كل المشاركين، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصه. صحيح هن بيتاخروا عنا بكم شغله، ولكن بيسبقونا بكثير اشياء، وخاصه بمجال المشاعر الصادقه يلي خاليه من التلون والخبث. فان شاء الله نحن كمان يكون عنا هالمشاعر الصادقه. كان معكم شربل من السنابل نيوز. السنابل نيوز. كثير من المهرجانات المخصصة للأطفال تقام خلال السنة بجمهورية مصر العربية، منها بيكون يوم ترفيهي للأطفال، وكمان بيتعلموا كثير من المبادئ الروحية يلي بيتقربوا فيها من الرب يسوع ومن كلمة الله. فان داي من تنظيم اللجنة العامة لمدارس الأحد، وكان مليء هيدا اليوم بالتسلية وبالترانيم. ننتقل لمراسلتنا كاترين من جمهورية مصر العربية تناخد التفاصيل. هاي يا أصحابي، أنا كاترين من سنابل نيوز مصر. إحنا النهاردة موجودين في قاعة ديلز علشان الفان دايز اللي منظمها اللجنة العامة لمدارس الأحد، والنهاردة كل أصحابي موجودين من 20 كنيسة موجودين في القاهرة، وكمان النهاردة في فقرات حلوة قوي وكتيرة. تعالوا نشوف مع بعض. النهاردة يا أصحابي يوم حلو قوي، واليوم ده نظموا اللجنة العامة لمدارس الأحد، ومن أحلى فقرات اليوم فقرة الترانيم. رنمنا فيها ترانيم كتير بالحركات، وكمان لعبنا ألعاب كتير جدا. تعالوا نسمع ترنيمة من الترانيم اللي احنا رنمناها بالحركات مع أصحابي. وبعد كده مثلوا لينا ترنيمة حلوة قوي اسمها الرجل الأعمى، وكمان كان معانا عم بهوة، هما سموه كده علشان تخين قوي ومبهوة، وحكى لينا حكاية عن واحد اسمه بعجر وواحد اسمه اتش، وكانوا عاملين مسابقة اللي يجمع فيها عربيات اكتر ياخد تذكرة لديزني لاند ويلعب كل اللعب اللي فيها. فبعجر جمع 12 لعبة، لكن اتش ما كانش معاه غير 3 عربيات، راح اشترى اتش 9 عربيات فبقى معاه 12 عربية. فراح اتش شاف عند عم لعبة عربية كبيرة قوي، شايفينها يا اصحابي دي جميلة قوي. راح اتش واقف واداله كل العربيات اللي معاه، واخد العربية الكبيرة. طبعا راحت عليه المسابقة وراحت عليه ديزني لاند. ايه حكاية زي كده؟ مثل قاله الرب يسوع عن واحد كان عنده حاجات كتير 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 كتير، واما لقي واحدة بس حلوة باع كل اللي كان عنده واخد الحاجة الواحدة بس اللي كانت عنده. انت شغلي. وبعد كده اتفرجنا على عم بكير بتاع الفطير وحفيدته مريم اللي كانت زعلانة جدا علشان محدش بيرضى يلعب معاها. صحابي؟ انا ما عنديش صحابي يا جدو. وجدها قال لها روحي لعبي في الاسطبل، لكن هي ما كانتش عاجباها المكان، وقالت له ده ريحته وحشة جدا وانا زهقت من المكان ده قوي، وكانت بتعيط. راح جدها قعد يلعب معاها ويغني لها عشان ما تزعلش، وراح حكى ليها عن مكان الاسطبل ان ملك الملوك ورب الارباب الطفل يسوع بكل تواضع اتولد فيه. تعالوا نشوف جزء من المسرحيه. شمس الإنجلية. أنا جاية من كنيسة الإنجلية اللي في المقطم. أنا جيت النهاردة عشان أنبسط، علشان ألعب مع أصحابي واتفرج على عم كومبوس. جيت عشان أنبسط، علشان نبسط ونلعب ألعاب ونحضر مسرحيات. إن أنا كنت بلعب كل حاجة، الألعاب كلها والنطاطة والحج والبلالين وصيدان السمك. عجبني أوي عم كومبوس، عجبتني لعبة نط الحبل،
بعد ما شفنا الفقرات الجميلة واتفرجنا عليها، أنا عجبتني مسرحية عمو بكير لما كانت مريم ما كانش عاجبها المزود اللي هي كانت بتلعب فيه، راح حكى لها قصة بابا يسوع لما اتولد في المزود ده اللي ما كانش عاجبها عشان يعلمنا التواضع. يا ريت تكونوا استفدتوا وتعلمتوا التواضع. كانت معكم كاترين من سنابل نيوز مصر. باي باي. سنابل نيوز. تابعين معكم من نشرتنا. كرمس مدرسة سان غريغوار بلبنان بيقوم بتنظيمه طلاب المدرسة يلي بيحاولوا فيه قضوا أوقات مفيدة مع بعضهم البعض وبنفس الوقت يجمعوا المال لأعمال بتساعد الطلاب. كيف مضوا الأطفال هيدا اليوم؟ تقرير بالإدو. معكم باميلا من السنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بمدرسة سان غريغوار يلي منظمين كرمس كتير حلو. تعوا معنا لنشوف كيف عم بيقضوا الأولاد نهاره. بالون غونفلابل بفوتوا الاولاد بيلعبوا فيهم بنطوا فيهم. في هونيك سوبي فوتبول يلعبوا يعني مثل فوتبول بس على صابون. في هونيك كمان بالون غونفلابل كثير كبيره سوبي فوتبول بس للاعمار يعني 12 سنة. هيدول للاولاد الصغار. كثير حلو الكرمس، كثير عم نتسلى، في كل شيء والتام هو تانتان. بدها تركيز كثير ولازم نمدق فيها. عندك سانكشن على السنك يمكن توصلت لآخرة. هاي لهوقو تيو أسار لازم تبرم الهوق اللي هون لازم إذا بيجي مثلا نمبر وان بتربحي بون غانيون، نمبر دو تروا كاتر اي سيس بتلعبي لعبة والسنك ما بتربحي شي. كثير عم بمسيط كل سنة بيجي ربحت أكثر شي بالبلانش سافونوز. ها سوب فوت نلعب حسب فوق فريقين على صابون فوتبول على الصابون. انا منا عم نلعب نقط تما نتخينا في كاس هون اورنج سوب مش كتير مش قصص. هيك بيكون خلص نهارنا وشفنا كيف الأولاد قضوا أحلى لحظات بعيد الكرمس. وإنتوا يا أصحابي ما تنسوا أنه تتسلوا بكل لحظة من حياتكم. كان معكم باميلا من السنابل نيوز. السنابل نيوز. بيقول المثل العقل السليم بالجسم السليم، هيك لازم نهتم بأجسادنا ونمارس الرياضة باستمرار. رياضة الفوتبول رياضة محبوبة من كل العالم لأنه بتشجع على العمل كفريق مش شخص لوحده، وبنفس الوقت بتساعدنا نهتم بأجسادنا. أطفال حبوا يحترفوا هيدي الرياضة، كيف ووين وليش؟ تفاصيل بهيدا التقرير. معكم شربل من السنابل نيوز. الأكاديمية اللبنانية للفوتبول هي مدرسة مش بس بيجوا الأولاد بيلعبوا فيها فوتبول، ولكن أكتر من هيك بيتعلموا تقنيات ومهارات عالية من أهم المدربين اللبنانيين والأجانب. شو كانت فكرة اللاعب الأسبق زياد سعادة لما قرر إنشاء هالأكاديمية؟ أكاديمية بيروت لكرة القدم تأسست سنة 2003-2004، هي أول أكاديمية تأسست بلبنان تعنى بتدريب التينيجرز الأولاد من عمر 4 سنين ل 18 سنة يلعبوا بطريقة احترافية. مؤخرا بعتنا 4 لعيبة عملوا تجربة بنادي إنجليزي ستوك سيتي، كانت تجربة ناجحة جدا. هذه كانت ستيب كتير مهمة نحو الاحتراف بأوروبا. الأهل يلي عم بيواكبوا أولادهم شفناهم مبسوطين وراضيين، ليش برأيكم؟ ملاحظ انه كل ما الولد عمل سبور كمان حسب الابحاث وحسب ما بلاحظ انا شخصيا كبي كل ما ركز اكثر بدروسه، لانه كل شيء هالفايبريشن وهالانرجي اللي ما بيطلعها بالجمعه بالاسبوع عم بيطلعها صار مرتين بالاسبوع بالفوتبول. خلونا نسمع راي الاولاد المشتركين بالاكاديميه وماشيين بمشروع الاحتراف. صار لي 4 سنين جولر وكثير مبسوط بالبي اف اي وعم اتمرن كثير منيح. الفوتبول
هواية بحبها كتير. رحت بسويدن لأنه بدي ألعب ضد فريق تاني من بلد تاني، وبحب الأكاديمي وبلعب كتير معهم. صار لي سنتين بجي لهون وبلعب فوتبول. تمرن الباس والدريب والشوت وبعمل ماتش. نرجع ومنذكر بأهمية الرياضة لنمو جسدي سليم وتوازن فكري ونفسي، وأهم نقطة بتعلمنا إياها رياضة الفوتبول هي اللعب الجماعي والابتعاد عن الأنانية. كان معكم شربل من السنابل نيوز. السنابل نيوز، لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير. الله وعدنا أنه بوقت التجربة يكون واقف حدنا، وخصوصا لأنه ما فينا نواجه الخطية لوحدنا. هل فينا نواجه التجربة بأيامنا الحالية مثل تجربة الغش بالامتحانات أو نكذب على أهلنا أو نأذي رفقاتنا؟ كيف ممكن الله يساعدنا حتى نتخطى هذه التجارب؟ تفاصيل بهذا التقرير. معكم سيمون من السنابل نيوز. حسيت شي مرة بدك تعمل شي ولكن بعمق ذاتك بتعرف إنه هيدا الشي غلط بعارض تعليمنا المسيحية؟ خليني طمنك وقلك إنه كل الولاد بيمروا بهالمرحلة يلي اسمها التجربة. شو أنواع التجارب؟ بإنجيل متى الإصحاح الرابع منشوف إنه إبليس جرب يسوع 4 أنواع من التجارب، ونحن بدورنا على مثال الرب نجرب كل يوم، ولكن كأبناء للرب منحبه منحب نعمل بمشيئته، منحاول دائما إنه نتجنب هالتجارب. كيف؟ رح نسمع شهادات حية عن أشخاص قاوموا التجربة. مرة ماما قالت لي إنه ما لازم أكل من دالجاتو، وأنا كتير كتير بحب الشوكولا، مع إنه ماما قالت لي ما لازم أكل منه، مع أنه كان كتير بيشهي وكان كتير حابب أكل منه. وقتها هي كانت راحت عم تحضر تلفزيون، رحت أنا جعت وحابب أنه أتلذذ بهذا الجاتو. وقتها فتحت البراد تذكرت كلمة أمي قالت لي أنه ما لازم أكل من الجاتو. فكرت أنه ما لازم أكلها لأنه لازم تطيع أهلي، فطلبت من الرب أنه لازم وقف هذه الأشياء وما لازم أكذب، ولازم تطيع أهلي لأنه كمان في واحدة من الوصايا 10 أنه لازم تطيع أهلنا. مرة رحت عند الدكانة وكان في غرض اشتريته ودفعت له ردلي أكتر من اللي دفعت له، ردلي أكتر يعني بده مني شي 2000 وقتها بتذكر. ايه فكرت شوي قلت بربح المصاري هالألفين ولا بردله إياها نكون منيح. شوي هيك وقفت شوي على جنب قلت لا خلينا نعمل منيح، بدل ما اربح 2000 بربح شيء اجر عند ربنا بنكون منيح. ام رديت له ال2000 قلت له في غلط معك. الماما قالت لي انه لازم ادرس درسي. انا ما كنت حابب لانه كنت تعبانه كثير، كنت حابب انه اروح نام. فقلت انه مش حابب انا اروح ادرس لانه انا تعبان، فسكت كل كتبي وتركتهم على جنب. بس وقت رحت انا كنت عم بتغطى تذكرت انه كلمة الرب انه ما لازم نعمل هيك اشياء، فرحت رجعت فتحت دفتري وكنت امين ودرست كل درسي. كرمال نواجه التجارب اللي هي المصاعب اللي بتجي من الابليس لازم نتكل على كلمة ربنا اللي هي الانجيل، هي سلاحنا تنقدر نواجهها للمصاعب. الشيطان بيجي وقت الضعف ونحن لازم نتسلح بكلمة الانجيل، لازم نكون في عنا معرفة بالإنجيل أكتر كرمال نواجه المصاعب. وكمان أنا مرة وقت كنت طالع على الدرج لقيت واحد عجوز كان كتير تعبان مش قادر يطلع على الدرج، فدغري هربت قلت تعبان أنا كمان مش حابب إنه روح ساعده. بس تذكرت إنه لازم نساعد الأقوى الأضعف، ونحن حتى لو إذا كنا قويين وضروري نساعد الناس. فرحت ساعدته ووصلته على بيته، وبعدين شكرت الرب وطلبت منه انه يشفى يصير قوي. اهم سلاح فينا نواجه فيه التجربة هي صلاة ومعرفة كلمة الله، لانه بالكتاب المقدس منلاقي الحقيقة والطريق الاسلم يلي على اساسها فينا نسلك درب القداسة. خلونا نقرأ باصحاح الرابع بانجيل متى ونعرف يسوع شو جاوب وجه التجربة ونعمل مثله. كان معكم سيمون من السنابل نيوز. برنامج السنابل نيوز فاتح المجال لكل المشاهدين انه يصوروا تقاريرهم بكاميراتهم المنزلية الخاصة فيهم ويرسلوها لنا، ونحن منتكفل بعرضها ببرنامجنا.
فيكن تقولوا للماما أو للبابا يصوروكن أنتو عم بتمارسوا أي هواية. إذا كان عندكن أي خبر بتحبوا تخبرونا إياه، قصة خاصة فيكن أو أي موضوع بيخطر على بالكن، فيكن تصوروه بالهاتف وترسلوه بالإيميل أو عبر اليوتيوب. وإذا محتاجين أي مساعدة ما تترددوا تتصلوا فينا ونحن منقلكن شو هي الطريقة. أما التقرير اللي وصل لنا اليوم خلونا نشوفه سوا. مرحبا، أنا أنيلي وبدي فرجيكم رسمات. صديقتنا أنيلي بتحب كتير ترسم. أنا كتير بحب الرسم. صديقتنا أنيلي وقت بترسم تستعمل؟ أنا بس بدي أرسم بستعمل أقلام الرصاص وقلم خشب للتلوين. واليوم أنيلي رح تخبرنا عن رسماتها. هيدا أول رسمة بتطل على 3 أهرام أساسية بمصر، وهودي الأحرف الهيروغليفية. هيدي رسمة أبو الهول. برافو أنيلي، أنت كتير شاطرة. برنامج السنابل نيوز ما بينسى صوركن ورسوماتكن رسائلكن وإيميلاتكن. والصورة يلي وصلت لنا لليوم هي من بافلي ألبرت. شكراً لك على الصورة الحلوة. فيلم جديد منشوفه على اليوتيوب. وهيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أنا ولاء منودعكن على أمل نشوفكن بحلقة جديدة. ما تنسوا ترسلوا لنا صوركن ورسائلكن، تقاريركن ورسوماتكن. ما تنسوا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك AS News. باي.